هذا التنين؟ لا أراه بأي مكان. أنا أشعر بالقلق يا دكتورة. وأنا أيضاً تعبت من الجري، والآن تتساقط الأوراق. ماذا؟ إنه ستافي، سألتقطك يا ستافي، سألتقطه. مستحيل، أمسكته. أوه، جسدك ناعم، أعتذر عما حدث. نعتذر أيضاً يا ستافي، نعلم أنك أردت إيجاد تنانين لتعلمك الطيران. شكراً يا دكتورة، لكن هذا ليس السبب الوحيد. ما أردته حقاً هو إيجاد تنانين تشبهني. أردت الانضمام إليهم، أردت أن أحظى بعائلة. عائلة؟ من الرائع حقاً أن تحظى بعائلة. هذا صحيح. يرافقونك أينما ذهبت ويساعدونك في النهوض إن سقطت. نعم. أو إذا علقت برمال متحركة لامعة؟ بالضبط، إنها لزجة جداً. أو حين تتدلى من جسر حبال؟ أو تعلق بشجرة فوق نهر مليء بالتماسيح؟ من يلتقطك إن وقعت؟ وهو سعيد بذلك رغم أنه يتألم؟ نعم، بالتحديد. لحظة واحدة، فعلتم كل هذا، ولطالما ساعدتموني بالفعل، ليس بهذه الرحلة فقط، لكن طول حياتي. غالباً. هذا مؤكد. لكنكم أصدقائي، أيمكن أن تصبحوا كالعائلة؟ نعم، بكل تأكيد. وحتى إذا لم يتشابهوا؟ لا يشترط أن يتشابه أفراد العائلة، يجب أن يتحبوا فحسب. الحب يجمعنا، الحب يجمعنا، يجمعنا سوياً. ولو بيننا اختلاف، هذا لا يمنع الائتلاف. نحن مميز سوياً نكون. نتشابه بقلب جميل، ندعم بعضنا وهذا ما يهمنا. الحب يجمعنا، الحب يجمعنا، يجمعنا سويا. الحب يجمعنا، الحب يجمعنا، فالحب ما يهمنا. الحب، الحب هو ما يهمنا. شكراً يا رفاق، الآن أشعر بالتحسن. اشتركوا لتجدوا فيديوهات أكثر، وتابعوا ديزني جونيور لمشاهدة عروضكم المفضلة.